بسم الله، نشوف مع بعض ازاي نعمل الريندر في برنامج الريفيت بحيث ان هو يجيب لنا صوره كويسه جدا تكون قريبه من الصوره اللي احنا بنشوفها مثلا في برنامج 3 دي ماكس. او مش هيقدر يوصل ل 3 دي ماكس لان 3 دي ماكس في بلاجن اسمه الفي ري. البلاجن دوت بيديله قوه اقوى في ان بقت صوره قريبه من الطبيعه، قريبه من الاناره اللي في الطبيعه، قريبه من الماتيريال اللي في الطبيعه. فهو لغايه دلوقتي البلاجن ده ما نزلهوش اي اصدار في قلب الريفت، بس ان شاء الله نزله قريب. هو نزل للثري دي ماكس ونزل للمايا ونزل للبلندر ونزل للسكتش اب، فاحنا مستنيين ان هو ينزل للريفت. لو انا عايز اعمل صوره ممكن اجي هنا واقول له انا عايز كاميرا، واحدد الكاميرا واسحب. تمام، دي صوره لقلب المبنى معموله هيدن لاين، ممكن اخليها شديد بالشكل دوت، ممكن اخليها رياليستيك. تمام، الحاجات دي بتدي واقعيه اكتر، ريتريس بيدي واقعيه اكتر بس بياخد وقت. تمام، واقدر اعلم على المستطيل دوت واسحب بحيث ان انا اخد شكل افضل زي ما نشوف بعد كده في الفيديوهات اللي جايه. وفي الخصائص اللي انا بحدد انا مستوى العين بتاعي فين، يعني ممكن اكون عايز اطلع شويه اقول له مثلا 3 متر. التارجت بتاعي ممكن اعلي التارجت كمان، خلي ده مثلا سنتيمتر عشان التأثير يبقى اوضح. تمام، ده المستوى العين بتاعي وده مستوى التارجت انا هبصر فيه. ممكن اقول له انا هبصر نقطة زيرو مثلا. تمام، بالشكل دوت. وممكن نظهر السكشن بوكس، نشوف السكشن بوكس هيبقى معانا اكتر في 3D. خلينا نختار مثلا حاجة بالشكل دوت. اهوت هنا نختار كيتشن مثلا، ده الكيتشن وده السكشن بوكس. هو هنا مش راضي يلف لان هنا معموله انها لوك، اقول له اندوك فيو. تمام، وبعد كده ابدا الف زي ما انا عايز. السكشن بوكس ده بيتحكم في ان في حاجات تظهر وحاجات لا. تمام، بيتفعل من هنا، ممكن اعمل سيلكت لي وابدا اتحكم في المقابض ديت ان انا مثلا اجيبه اصغرها مثلا او ابعدها شويه حاجه بالشكل دوت بحيث احدد انا جزء اللي انا عايز تعمل له رندر. وعندي خاصيتين دول اللي هي الكروب فيو اللي هما دول. هل انت عايز تظهر علامة الكروب فيو ولا مش عايز تظهر؟ عايز تكتفها ولا متكتفهاش؟ ده برضو بيظهر لي جزء من الشغل او ميظهروش زي ما انا عايز. ممكن اقول له صغر، بتحكم في المساحة بتاعت الرؤية. ده الكروب فيو، ممكن اقول له لا انا الغي الكروب فيو ده خالص كده، لغيت الحدود بتاعته. ممكن اكبر على قد ما اقدر، انت عايز تشوف لحد فين تقدر تحدد مستوى الرؤية اللي انت عايز تشوفه. لو قربت في اجزاء في الغرب مش هتشوفها. كل ما تبدأ مسافة أكبر كل ما هيبدأ يظهر معاك أكتر. تمام، ممكن تكون مثلا عايز تقرب بحيث إن الشجرات اللي ورا دي متظهرش، فتقدر تتحكم فيها من الفرق كليب أوفسيت. تمام، هنبدأ ندخل في التفاصيل إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. وبرضه حاجة هناخدها برضه اللي هي الوكس رو، إن أنا أعمل مسار فيديو في قلب المشروع بتاعي.